السلام عليكم. موضوعنا اليوم منو الأسرع، دوج تشارجر 8 سلندر دفع رباعي لو كيا سبورتج 2000 محرك 2000 4 سلندر همين دفع رباعي؟ طبعا هاي المعلومات والفيديوهات مو أنا مسويهن، جبتهن من قناة أجنبية، وإن شاء الله نشوف الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. أنا ليش جبت هذا الفيديو؟ لأنه بصراحة بالفيديو مال الكاميري والسورنتو، هسه راح خليكم الرابط مالته بالوصف، وصورة مال الفيديو راح تطلع هنا. شوف الفيديو من البداية. طبعا هنا نسمع الصوت، طبعا شوف السيارتين، السيارة الدوج اذا تنتبه جواها راح تشوف اي دبليو دي، زين راح تطلع لك بالصوره اوضح، مكتوب عليها اللي ورا اي دبليو دي، يعني السياره دفع رباعي. هسه راح ايش قد يجون يقولون ليش وانا اكو تشارجر دفع رباعي؟ لا حبيبي، اكو هواي سيارات صغار دفع رباعي من عندها ستينجر تشارجر، هواي هواي وجينيسيس، هواي سيارات دفع رباعي على مود تزيد سرعه السياره وتزيد ثبات السياره، لان هذا النظام دفع الرباعي نظام للسيارات. هسه مثل ما انتبهنا على الجنطه مال السياره السبورتج مكتوب عليها تي جي دي اي، يعني تي يعني تيربو، جي دي اي يعني نظام حق مباشر. زين خلينا نشوف الفيديو ونشوف الدوسه. Welcome to another... بصراحة الدوج تشارجر أسرع لأن دفع رباعي، خوش. بس توقعوا إذا السبورتج 6 سلندر، خوش منو راح يفوز؟ أكيد اللي راح يفوز هو السبورتج. طبعا رغم انه الدوج 8 سلندر بس ظلت بصراحه تفاجئت، ظلت مكلبه وياها، خوش 8 سلندر و4 سلندر، هاي اس يو في، هاي سياره تقريبا رياضيه الا شوي، زين بس ظلت مكلبه وياها. يعني لو هسه السياره اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات، لو سياره كانت السبورتج 6 سلندر ايش راح يخلي ابو التشارجر؟ اكتبوا لي بالتعليقات. شباب شفنا الفيديو، ان شاء الله عجبكم. انا مسوي هواي فيديوهات من هذا النوع، والفيديوهات ما شاء الله تجيب هواي مشاهدات، بس للاسف المشتركين نايمين. هسه الما مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه، واريد هذا الفيديو يجيب فد 5000 لايك على مود استمر وياكم ونجيب لكم فيديوهات حلوه. طبعا اخوان للاسف بصراحه هواي ناس من يشوف سيارته تمشي يعني تبطنش او تفحط من يدوس لها حسباله سيارته تمشي سريع. يعني الانطلاقة مع سيارته حسباله يعني فتشي بالخيال. اخوان اي سيارة من تدوس لها وتقوم تفرك التايرات تضيع القوة مالتها بالقاع، يعني تظل تفرك التاير بالقاع والقوة تضيع بالقاع، بينما سيارات الاي دبليو دي ونظام الدفع الرباعي ماكو قوة تضيع بالقاع، سيارة تنطلق بانطلاقة قوية، خاصة نظام الدفع الرباعي. الكمبيوتر اي تاير يريد يبطنش او يفرك بالقاع يوخر القوة من عنده، ينطيل التاير ثابت اكثر. فهذا الشيء اريدكم تحفظوه، يعني انت سيارتك مثلا 1000 حصان او هي تو ويل، يجيك واحد سيارته 500 حصان فور ويل، الوزن مالتها يعني القوة مالتها تتقسم بصورة صحيحة، راح تصير أسرع من 1000 حصان. هاي الفكرة لازم تخلوها ببالكم وتحفظوها زين. إن شاء الله الفيديو عجبكم، مستمر وياكم. إذا ألقيت فيديوهات راح أجيب لكم وياهن وأنشرهن. ما مشتركين بالقناة اشتركون بالقناة أكيد، واللي عجب الفيديو يعطينا لايك.
اخوان هذا الانستغرام مالتي، تابعون على الانستغرام، مرات يعني اسوي بث مباشر على الانستغرام، مرات انزل فيديوهات صغيره بها حقوق طبع ونشر، ما اقدر انشرها باليوتيوب انشرها بانستغرام، الصوره مال الفيديو قبل لا تنزل باليوتيوب انشرها بانستغرام، فلازم تتابعوني على الانستغرام. اخوكم حسن المسيبا، وفي امان الله.